مساء الفل عليكم وعلى كل الناس الحلوه اللي بتتفرج علينا. وحشتونا من الاسبوع اللي فات، وكالعاده انا معوداكم ان انا دايما ببدا بحب فقرات التجميل جدا، وبحب ابدا بيها وببقى متحمسه لها جدا علشان دي شغلتي الاساسيه. خلونا النهارده نرحب بالجميله اللي منورانا، خبيره التجميل والبشره ناديه بالحاج. منورانا يا ناديه، عامله ايه؟ الله يخليك. اخبارك الحمد ايه؟ لله. الحمد لله. منوره، مساء السعاده. عايشك. بصي قولي لي بقى، كل الستات ما بتهتم ببشرتها وشعرها، ودي حاجه اساسيه عندنا كلنا. فانا هبدا معاكي بحاجه مجننه الناس كلها الفتره دي، وبقى لها فتره منتشره جدا جدا جدا، سواء الناس محتاجاها او مش محتاجاها، من كتر حلاوتها احنا بقينا بنعملها، وهي المايكرو بليدنج. قولي لي بقى، ايه هو المايكرو بليدنج؟ المايكرو بليدنج هو عباره على رسم الحاجب شعره باش يدينا منظر طبيعي وملء الفراغات بعيد كتير على التاتو. بعيد كتير هو شعر الحاجب، نرسمه شعره باش يدينا منظر طبيعي على حسب مقاسات، معناها الست باش يكون حلو يدينا مقاس. كان قبل كده التاتو هو اللي كان موضه بقاله فتره كبيره سنين معانا، بس دايما كان التاتو مشكله ناس كتير انه بيبقى فيك، وتحسي ان هو انا بالنسبه لي بحس الحواجب لما تبقى سوده قوي بتبقى الدنيا مش طبيعيه، تحسي مش ناتشرال. فالاقبال على المايكرو بليدنج، يعني كان دايما التاتو ناس منقسمه نصين، ناس بتحب تعمله جدا وناس لا. المايكرو بليدنج ما بقاش فيه حد خالص عنده انقسام عليه، كله كل الستات بتحب عشان تعمله عشان منظر طبيعي، علشان بيدي منظر طبيعي. انا بعتبره ده تطور للتاتو، يعني ده تطور التاتو، صح كده؟ طب قولي لي ايه هو موانعه، وايه الناس اللي ما ينفعش تستخدم المايكرو بليدنج؟ يعني مرضى القلب، مرضى السكر. إيه القلب ليهم علاقه بالموضوع؟ ازاي علاقه ده؟ اغلب مرضى القلب عندهم ادويه تعمل سيلان في الدم، ممنوع استخدام الميكروبلادين. استخدام مرضى السكر كمان كمان يعني ممنوع. طب فهمي ناس، معلش، واحد اتنين تلاتة، وليه يعني القلب ليه كذا ليه؟ يعني قولي لي كده. هو رسمين الحاجب شعرة اه، فيه جروح بسيطة على الدرجة الأولى من البشرة. بس انت معروف مرضى السكر ممنوع ليهم أي جروح حتى لو كانت بسيطة، معناها الإنسان ما يخوش خطوة متاع مغامرة. هو بيوجع؟ لا، ما فيهوش وجع، ما فيهوش وجع، فيه بنج موضعي، فهمتني، وحاجه خفيفه، معناها هو في المنطقه الاولى متاع البشره، معناها في الطبقه الاولى متاع البشره، ما بيت يعني مش لجوه. لا مش ده. انا عارفه لجوة انه بينزل في دم بينزل منه. على الاغلب لا، نسبه قليله بس على الاغلب لا. ايه ده، يعني مش كل الناس؟ لا مش كل الناس طبعا. الناس اللي ممكن تنزل دم ويبقى في جرح، ده بيبقى سبب ايه؟ البشرة الدهنية. على الأغلب البشرة الدهنية هي اللي تنزل دم. لا، ده المعلومات دي أنا أول مرة أسمعها. البشرة الدهنية هي اللي ممكن تجرح أو تنزل الدم ده. البشرة الجافة، البشرة الدهنية دي مقاسمها مفتوحة، من أحسن البشرات هما المختلطة. مختلطة نقولون إحنا العادية، المختلطة أو الجافة أو كده، دول ما بيبقى يعني تقصدي بشرة بتبقى حمولة شوية، يكون ثابت معاهم زي ده الميكروبلادينج. هو مع البشرة الدهنية ما يكونش ثابت كتير، يعني هو اغلب الناس ما يعرفوهاش كمان. يعني هو بيكون ثابت اكتر مع البشره الجافه. الجافه والمختلطه. البشره الدهنيه اقصى حد 6 شهور. ما انا كنت لسه هسالك الفتره الزمنيه بتاعته ايه؟ بتختلف من بشره لبشره زي ما بتقول. البشره طب البشره الدهنيه الفتره الزمنيه دي اقصى حد 6 اشهر. اقصى حاجه؟ اقصى حد 6 اشهر. وبين البشره العاديه والجافه بين 8 شهور، ويوصل للبشره الجافه جدا يوصل حتى سنه ونص. طب خلونا نشوف فيديو كده على المايكرو بليدنج على الشاشه يعرضوه. اشرحي لي بقى كده، هي بتعمل ايه؟ ده حاجه على البشره. دي على البشره، دي ميكرو نيدلينج مش الميكرو بليدنج. دي المايكرو بليدنج. ميكرو نيدلينج. ميكرو نيدلينج. لا تانية. كلميني عنه بقى، ايه الاحمر اللي في وشها ده؟ انا اول مره اسمع دم. ده. ده دم؟ ده دم. ازاي طالع من ايه؟ اشرحي لي بقى كده، ده ايه؟ ميكرو نيدلينج هو من اخر الثورات اللي حصلوا للبشره، بيدي نتيجه حلوه كتير للبشره، ويزيد اي يشيل اي مشاكل بالنسبه للست في البشره، يشيل الحبوب، معناها اثر الحبوب، الحفر نتاع الحبوب، الكلف، التجاعيد الرقيقه، فهمتني، ونشتغلوا بالدرمابين. لا يعني هي حسب وجع ده، يعني انا شايفها نايمه، هي نايمه؟ لا 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 لا, 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 لا ما تحسش بوجع. هو عباره على سيروم، فهمتني، هو الميكرو نيدلينج اصلا، فهمتني، تجديد خلايا البشره. طب لما هو سيرم الدم ده جاي منين؟ ضروري الدم، خاطر هي عباره على عده ابر.
كأن نحقن بها تحت البشرة. أيوة. كأن نحقن بها الكولاجين الفيتامين سي والأسيد الريلينيك. لازم هو باش تلقى نتيجة حلوة لازم يخرج الدم. مش تلقى نتيجة حلوة. يعني هي لازم يكون في دم خارج عشان احس في الشغل. انا كده عملت كل مكان في الشغل جبها عندها ارقامها والغرق اللي ندخلوا له في البشرة. مثلا المناخير ارقام وزاد العمق اللي ندخلوا له في البشرة. الخدود زاد كمان كل حتة ولها ارقام معينة نشتغلوا فيها. بس باش تلاقي نتيجة لازم خروج الدم، تجديد خلايا البشرة لازم اكيد. طب قولي لي ايه الفرق بينه وبين تنظيف البشرة؟ يعني ممكن الناس تقول لك طب انا اروح اعمل تنظيف جهاز بشرة. تنظيف البشره باش يشير له الرؤوس السوداء بس لكن ده مش كده. لا هذا تنظيف عميق يشيل الكلف، يشيل اثر الحبوب، حفر الحبوب، تجاعيد الرقيقه، يعطي حيويه كثير للبشره، يعطي نظاره للبشره، ياخر في تقدم علامات السن كمان، ياخر في تقدم علامات السن. والله طب قولي لي بيتعمل كل قد ايه؟ يعني المفروض الوقت اللي انا ممكن اعمله ويفضل مستمر معايا نتيجته قد ايه؟ هو يشتغل على حصص مش اقل من 3 حصص، ما بين 3 و6 حصص نشتغله. والفرق بين الحصه والحصه قد ايه؟ ما بين الحصه والحصه 21 او شهر، بس مش اكثر من شهر. لكن لو حتى عمل حصه واحده، يعني لو حد عمل مره ووقف، ده كده ما يلاقيش؟ يلقى نتيجه بس ما تدومش معاه، ما تدومش معاه فتره طويله. الانسان على حسب استمراره بشره الست انت والمشاكل اللي عندها. مثلا الست بشرتها مشاكل خفيفه عاديه نتاع ارهاق، تعمل 3 حصص ومن بعد في السنه حصه بس باش تقعد محافظه على النتيجه اللي هي لقاتها. ايوه. طب لو انا عملت ال6 حصص افضل بقى الاقي نتيجته قد ايه؟ مش فاهمه. يعني لو انا دلوقتي عملت الكورس كامل عشان الاقي نتيجه مستمر، النتيجه اللي هفضل لاقيه فيها اثر الجلسات اللي انا خدتها قد ايه؟ نتيجه شهور ولا ليه؟ بتفضل النتيجه وباش انت تحافظ على البشره نتاعك وديما تجدد الكولاجين والخلايا نتاع البشره، مره في السنه تعمل حصه. والله هي النتيجه تفضل. فهمتني؟ باش انت تعرف عوامل نتاع الاكل نتاعنا، الارهاق من الشغل، تربيه الاولاد. انتوا بتعملوا ده عندكم في البيوتي سنتر صح؟ طب قولي لي الجلسه بتاخد وقت قد ايه؟ يعني عشان لو حد عايز يجي يعمل مثلا شغل ما بين خاطر نحطوا بونج موضوعي وكذا، ما بين ساعتين ونص. بين ساعتين وساعتين ونص الجلسه؟ ايوه على حسب مشاكل البشره اللي موجوده، نوصلوا حتى 3 ساعات على حسب المشاكل الموجوده. ايه اصعب مشكله بشره ممكن تكون موجوده وانت بتعملي الجلسات دي؟ الحفر. هي الحفر بتيجي من ايه؟ بتاع الحب، بتاع حب الشباب. من حب الشباب، بتاع اثر حب الشباب، حد لعب في الحبوب بتاعته او الحاجات دي. بس تتشال. بس الحصص اطول، معناها باش يكونوا من 4 ل6 حصص. من 4 ل6 حصص وبعدها بتلاقي نتيجه جميله. طب ده بيتعارض مع المايكرو بليدنج؟ يعني لو حد عامل مايكرو بليدنج؟ لا، ملوش اي تعارض. طب قولي لي بقى يا ناديه، ايه هو البيبي جلو واهميته للبشره؟ اشرحي لي كده. البيبي جلو، بيبي جلو هي عباره على فونديشن خفيف كانه فونديشن يومي. يستعملوه الاغلب الستات اللي كلهم يستعملوا فونديشن. فهمتني؟ هو كمان ثوره في عالم التجميل، يفضل تقريبا ما بين 6 أشهر وسنة، ويتعمل كمان على حصص ويدي نظاره حلوه للست كانها بشره بيبي جاي من بيبي حتى جلو. لو هي بشرتها مش كده، حتى لو هو يعطي لا اله الا الله، يخلي البشره معناها متجانسه. يخلي البشره ايه؟ متجانسه. ده بالتونسي بدور عليها بالمصري. انا عايزه اعمل فهماكي ويعني مش عارفه. يعني تقصدي مثلا بيدي البشره، عايزه اشوف انا فاهمه صح ولا غلط، لانه اكيد في ناس كتير مش هتفهم كلمتك. نحاول بالمصري. يعني مثلا بتدي البشره نضاره، تجانس في لون البشرة. توحيد لون صح البشرة. برافو عليا، شفتي؟ توحيد لون البشرة. يعني زي ما الفونديشن بنعمل واحنا مثلا زي الفونديشن، هي الست كي تستعمل الحصص نتاعها باش تستغنى عن الفونديشن اليومي. وعلاش قلت لك ثورة؟ انت عارفة الستات الكلهم يشتغلوا تو. معناها ما يساعدهاش تقف كل يوم قدام المراية ساعة ما بين الميك اب. طبعا احنا بننزل كل يوم واقفين قدام المراية طبعا. طب وبنبقى عايزين نقعد في البيت كمان، اكيد شكلنا حلو. أكيد. يعني اكيد بتصحى بتلقى شكلك حلو، معناها يعني عايزة اصحى من النوم شكلي حلو يا جماعة. يعني الموضوع ده بيبقى زي فونديشن دايم. طب في نقطة مهمة جدا الناس اكيد هتسأل عليها، الفونديشن احنا كلنا عارفين انه مهما كان براند نظيف هو بيتعب وبيهلك البشرة مع استمراره. البيبي جلوب يعني ايه كده برضو؟ لا
معالج؟ معالج ولا لا معالج ولا مضر؟ خاطر كي نشتغلوا بيقولوا لازمنا نشتغلوا الفيتامين سي، وانت عارفه معناه فعاليه الفيتامين سي على البشره. طبعا طبعا، يعني هو في فيتامين سي بيخلي الدنيا تبقى فيها احسن للبشره، أحسن. مش زي التجميل الفونديشن العادي بيفتح المسام، وبالعكس البيبي جلو بيقفل المسام، وانت عارفه مشاكل البشره كي المسام بتاعها تتفتح. الدنيا تطورت قوي، بقى في فونديشن دايم وحواجب دايمه ولاشز دايمه والدنيا تمام جدا. طب قولي لي بقى، انا امبارح لما كتبت ان انت هتنورينا النهارده، في واحده سالتني عن التاتو، قالت لي اساليها لي التاتو ازيله ازاي، ازالات التاتو. كل انا بجد بشوف الموضوع ده ناس كتير قوي بتعاني منه، انه بيبقى عامله تاتو، لان طبعا خلاص مده التاتو بجد بطلت. انا ما بشوفش انه في حد دلوقتي بيروح يطلب ان هو يعمل تاتو، بالعكس الناس اللي عاملاه بتبقى عايزه تشيله، عايزه تشيله اغلبهم. ففي ناس قوي مع استمراره بحس ان اللون اللي حواجب اخضر، في ناس ازرق. انا كنت لما كنت ميك اب ارتست، كنت لما تشوف عروسه مثلا عاملاه، انا كنت بعاني علشان اخفيه لها، عشان نبدا نخلي اللون الحواجب طبيعيه. فالموضوع بقى صعب جدا، في ناس بتجيلي مزرقه، ناس بتجيلي مخضره، ناس بتجيلي مسوده جدا. على اي اساس الالوان دي بتظهر؟ ونزيل الحاجات دي ازاي لو حدا بقى خلاص زهقت وندمت ان هي عملت العمله دي في نفسها وعايزه تزيله، تعمل ايه؟ ازاله التاتو فيه ماده معينه نحطها على الحاجب، مكنه معينه كمان، فهمت؟ بتزيل التاتو. يعني في مكنه لازاله التاتو؟ في مكنه ازاله التاتو بماده معينه، ماده معينه ما فيهاش اي اثار جانبيه. ما فيهاش اي اثار جانبيه، بالعكس لها ايجابياتها. انت عارفه التاتو بيسد المسام كتير، خاطر يكون عمقه معناها يعني هو عمقه اعمق من المايكرو بليدنج. انت بصي اغلب الستات اللي عاملين تاتو تلقى الشعر بتاع الحاجب خلاص ما فيش. بالعكس نحن نشيله ويخرج كله على الطبقه، معناها الست تشوف الحب، معناها البيجمنت اللي كان جوه البشره تشوفه، معناها تشوفه بعينيها. احنا مش تفتيت جوه البشره. مجموعه صور كده واحنا بنتكلم، اعرضوها لنا. ده ايه؟ ده شغل ما بين البيبي جلو والميكرو نيدلينج. ده الميكرو بليدنج. ده المايكرو بليدنج، ده قبله وبعد. المايكرو بليدنج بياخد وقت قد ايه في العمل؟ في الشغل ثلاث ساعات. ثلاث ساعات؟ ثلاث ساعات. معقول؟ انا متخيله انها نص ساعه مثلا. لا ما فيش حاجه نص ساعه، شغل نظيف. انت مش تحط البونج لوحده نصف ساعه، ساعه الا ربع. بعد اخذ المقاسات. طبعا دي مهمه، دي اهم حاجه. من اهم الحاجات. اخذ المقاسات. مش تاخذ اخذ المقاسات. وبعد طريقه الشغل تشتغلوا شعرايه شعرايه. في حد شايفه قال لك انا مش عاجبني شكلي، مخضوضه من شكلي بعد مايكرو بليدنج؟ لا، لانه في ناس بعد التاتو كانت بتتصدم. لا 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 لا، المايكرو بليدنج لا، عشان اغلب الستات تقول لك انا املي لي الفراغات. املي لي الشغل الصعب مثلا، الستات اللي تعالجوا بالكيميائي ده شغلهم اصعب. تلقى ما عندهمش شعر في الحواجب، لازمك تاخذ الرسمه المضبوطه، فهمتني، وترسموا من اوله لاخره شعره شعره باش تديه المنظر الطبيعي. اي انسان يبص لها ما يجيش في دماغه اللي هي عامله حاجه. طب قولي لي يا نادي، عشان وقت الحلقه، الناس اللي عايزه تهتم ببشرتها ادينا كده حاجات يوميه وروتينيه كده. الناس من اهم العادات الخاطئه هي الست تبات بالميك اب. في ناس كتير فعلا بتبات بالميك اب. اغلب الستات تبات بالميك اب، تسد المسام بتاع البشره، ما تخليش البشره تاخذ الاكسجين في الليل. ما تخليش البشره تاخد الاكسجين كويس. اكيد لازم تزيل الميك اب، مو زيل الميك اب، لازم كريم ترطيب، كريم ترطيب نتاع الليل وكريم ترطيب نتاع النهار. طب الاحسن نزيل الميك اب بزيوت او يعني اويل وكده، ولا بريموفر ميك اب، ولا بالميه عادي نغسل الوش؟ لا 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 لا، من الاحسن بالريموفر وريموفر الاثنين. الميه وحدها ما تعملش يعني اصعب حاجة. حاجه على البشره انه انا اعمل ميك اب. المستحسن في الاخر بعد ما تزيل شويه ميه ورد على وجهها، ميه ورد تقفل المسام. انت عارفه كما قلت لك من شويه الفونديشن يفتح المسام. ايوه يعني اصعب عيب للبشره تهلكها ان ينام بالميك اب. من اكثر حاجات اللي تدمر البشره. طب احسن دمر. حاجه روتين يومي سهل لكل الناس، يعني متناول ايدينا كده، ايه المية. حاجه كده الميه، شرب المية. ولا غسيل؟ لا شرب. شرب الميه؟ شرب الميه بيفرق. شرب الميه. ولازم معناها الخضار كتير، تبعد على الحاجات الوحشه، معناها الخضار اهم حاجه، الخضار والميه بالنسبه للست.
بتبعد شويه على التدخين. نورتينا يا حبيبه قلبي. الله يخليك. ويا جماعه ارقام ناديه وللتواصل معاها وعنوان البيوتي سنتر للجميله اللي كانت منورانا النهارده موجوده على الشاشه. على ضمانتي روحوا لها ان شاء الله تظبطكم في المايكرو بليدنج وانا اول الناس اللي هجيلك. مرحبا بيك. ربنا يخليكي يا حبيبتي. نطلع فيديو نشوف فيديو للفقره الجايه لمصفف الجار ونرجع لكم تاني. استنونا. رجعنا لكم تاني وقلنا ما نبقاش انانيين وتبقى كل فقرات التجميل بتاعتنا للستات بس. حبينا نظبط الرجاله معانا برضو في البرنامج، مش ناسيينكم على فكره يا رجاله. فحبينا نجيب لكم حاجات للتجميل عن الرجاله زي ما بنجيب للستات بالظبط. معانا مصفف الشعر اللي منورنا عمر الشبراوي. ازيك عمر الشبراوي ولا عمرو الشبراوي؟ عمر الشبراوي. عمر الشبراوي منورنا يا عمر. في مساء السعاده. اخبارك ايه؟ تمام. عامل ايه؟ الحمد لله. قول لي بقى بدات ازاي؟ انا بدات من الصفر. ازاي بقى؟ خصوصا ان انت مجال دراستك ملهاش علاقه بشغلك، صح كده؟ ده اللي اتقال لي يعني. صح. طب عرفني بقى بدات ازاي؟ هو انا بدات يعني اتعلمت مع خالي اول حاجه، وبعد كده خالك يعني شغال برضو نفس القصه. تمام.
بعد كده بدأتها سلمه سلمه، بدأت ابص ان انا لمستوى احسن، فبدأت ان انا ابص لحاجه كويسه فتعلمت منها كويس، وقررت في الاخر ان انا ابقى ليا حاجه لوحدي. والحمد لله وصلت لحاجه كويسه جدا جدا. قولي بقى ايه اصعب حاجه قابلتك علشان تفتح كوفير فريندز؟ اصعب حاجه كان في تحديات كتير، كان في يعني كان في ناس كتير واقفه في وشي ان انا افتح، من الصناعيه اللي هم زملائي. فكان إيه الحمد لله. اصعب حاجه يعني لو في حد عايز يبدا مشروع، الاول هي مهنه، انت بالنسبه لك مهنه ولا هوايه ولا لا ده فن بالنسبه لي. يعني انت فن بالنسبه لك. انا ليه سالتك السؤال ده؟ عشان بيبقى في ناس كتير قوي بتبقى مثلا محتاجه فلوس، فنبدا نتجه لشغلانات بتجيب فلوس انما انا مش بحبها. ما انت كده مش هتوصل بالظبط. لكن في ناس بتبقى يعني انا بحب قوي اللي اشتغل شغل هو بيحبها، فده بيوصل وبينجح. أكيد. فعشان كده سالتك انت مهنه ولا هوايه. فبما انه فن وانت اصلا بتحب ده وعندك هوايه ده من صغرك وتعلمت والكلام ده، ايه اصعب حاجه قابلتك بقى علشان توصل وانك تفتح كوفير ويكون باسمك وبتاعك؟ اصعب حاجه قابلتني ان حصل حاجات كتير جدا، ناس وقفت قدامي يعني ما تفتحش غل، يعني وقفوا قدامك مش حابين ان انت تعمل ده. انت مش كويس، انت بيحبطوك، ما تنفعش. فانا الحمد لله كسرت كل الحواجز دي وبدات لنفسي حاجه كويسه. بقالك قد ايه شغال في حاجه في المهنه دي؟ بقالي 7 سنين بالظبط. 7 سنين لوحدك، مش وانت وخالك؟ لا انا وخالي. انت وخالك؟ بس هو خالك بالظبط بالظبط. بقالي 3 شهور لوحدي. بقالك 3 شهور لوحدك؟ الحمد لله. الدنيا عامله ايه وانت لوحدك؟ لا فل الفل الحمد لله. فل الفل يعني تمام من غير خالك؟ بس نفسين برضه. لا هو ظهري اول حاجه. خلينا متفقين انه مفيش حد في مجال شغله، لو خصوصا لو ناجح وبيحب شغله، انه مش هيبقى ليه اعداء ومنافسين. اكيد طبعا. واعتقد انه هيبقوا دايما منافسين، هيبقوا منافسين في نفس المجال. او اتضايقوا ان هم قالوا لك ان انت مش هتبقى حاجه وانت تمام وظبطت الدنيا والحمد لله. ربنا يفتحها عليك يا رب. قولي بقى العرسان، دايما كنا زمان بنبقى عارفين ان العريس دايما ما حدش اصلا بيهتم في الفرح يشوف العريس، دايما كلنا عايزين نشوف العروسه عامله فورمه ايه ولابسه ايه، العريس دايما مظلوم كده يا حرام. لا دلوقتي يعني وفرنا العريس كل حاجه، بقى ليه التسريحات كل حاجه. يعني العريس بقى بيطلع بتسريحه، بيحضر بها فوت اوت اللي هو اول سيشن، وبعد كده بيحضر تسريحه تانية بعد البريك بتاع الفرح. هو العريس كمان بقى بيغير تسريحات في الفرح؟ طبعا. لا ده احنا كده هنغيب بقى منكم. لا بجد بيغير تسريحه في البريك عشان شعره. يعني انت ده معناه ان انت لازم تكون في الفرح معي؟ اكيد طبعا ببقى معاه في الفرح. العريس اللي بيجي لك بتروح الفرح معاه لو هو طلبه انه يغير التسريحات؟ لا ده انا اللي ببقى واجب مني، انا اللي بغير له كده، دي بتبقى هديه مني انا. لا ده انت يعني ده احنا نجي لك بقى. يعني ربنا يخليك يا رب. يعني العريس ممكن يغير اكتر من تسريحه؟ اكيد. طب بيفرق على شكل الشعر؟ شعره طويل، شعره قصير، شعره خشن، شعره زي الستات كده عندنا ولا؟ انا بقى بعمل لكل واحد على نفس شكله بالظبط، يعني بعمل له الحاجه اللي تليق عليه. يعني الحاجه اللي تبقى كويسه معاه. يعني في عريس بيبقى جاي تايه مش عارف يعمل ايه، فبيقول لي اشتغل انت. فانا غصب عني لازم اعمل له حاجه كويسه. طب وفي عرسان بتيجي تقول لك انا عايزه كذا اعمل لي كذا، او مثلا طبعا بعرض عليه في العرايس بيجيبوا صور كده، عايزه التسريحه دي، عايزه الميك اب. في الاول بقول له انت في حاجه معينه عايز تعملها ولا اعمل لك حاجه انا؟ ففي ناس بتقول لي بتوريني حاجه انا اعملها لها، وفي ناس بتقول لي اعمل لي انت حاجه معينه من عندك. طب بيفرق على احنا عندنا في البنات تسريحة الشعر بتفرق على شكل الوش، ستايل الوش، وش مدور، وش مطول، وش مربع، وش مثلث كده. انت بتختار تسريحة الشعر العريس على حسب برضه وشه؟ على نفس الوش برضه، على حسب الوش. يعني لو مثلا العريس وشه مليان، عريس وشه رفيع، عريس يعني بتختار ده. الفن ده برضه ليه علاقة بالوش عندك؟ اكيد طبعا. 100% ليه علاقة بالوش. لازم اركز على وشه كويس ومظهره، والحاجة اللي هي ما تبقاش اوفر قوي، ما تبقاش عالية قوي ولا واطية قوي، حاجه مناسبه وشيك عليك. طب التسريحه دي بتبقى برضو ثابته؟ بتحطوا مثبتات شعر طبعًا زينا وكده؟ طبعا. ده الدنيا بقت جميله خالص عندكم. ما العرسان بقوا حلوين اهو. طب قولي بقى بالمناسبه دي، ايه الاوفرات اللي انت بتقدمها للعرسان بتوعك؟ الاوفرات ان انا بديله اول حاجه ان انا بطلع معاه البريك مجانا الفرح. تحضر الفرح؟ ده انت زمانك حضرت افراحنا كتير جدا، انت كنت في فرح بتهيألي. يلا عقبال فرحك. ربنا يخليك. يعني بحاول ما اضغطش على العريس جامد، لان العريس ده بيبقى مضغوط من كل حاجه، فانا بديله رينج اللي هو يعني يساعده.
ما جيش عليه قوي عشان انا في يوم من الايام هبقى عريس برضو اكيد طبعا ان شاء الله. فبدي له حاجه اللي هي تمشي معاه كويس وفي نفس الوقت بوفر له خدمات كويسه بستغل له منتجات نظيفه باحسن المنتجات فما بجيش عليه باي حاجه وحشه. طب قول لي انا عايز اسالك سؤال دلوقتي احنا مثلا عندنا في الستات لما بنيجي نحجز عشان مثلا فورمه شعر تمام. بنحجز قبل الفرح طبعا بحبه حلوين وهو شغال كمان في شعري او في شعر العروسه بيقعد وقت حبه حلوين لان احنا برضو فورمه وتاج والعريس زي كده. انا عايزه اسال بقى انتوا بتاخدوا وقت قد ايه وبيحجز معاك قبلها بفتره ولا الدنيا بتبقى بيحجز قبلها بفتره والعريس كمان بيجي لي قبل الفرح بثلاث ايام اول حاجه ده للحجز لا بيجي يعمل تاسيس بشره تنظيف بشره بنبدا بقى نعمل له بروتين او كرياتين لا ويت انتوا بتعملوا رجاله بروتين او طبعا. كرياتين طبعا ده بجد والله في رجاله بتعمل بروتين طبعا احنا غلبناكم في كل حاجه يعني الرجاله اللي شعرها ناعم دي ما نتخدعش انتوا بقيتوا فيك زينا كل ده بروتين كل ده بروتين بجد فعلا بجد والله والموضوع منتشر ولا مش كل منتشر جدا بيفرق ده حاجه عاديه بيعمل بروتين ليه عشان لو حد شعره مثلا خشن شعر مجعد شعر خشن لازم يعمل بروتين عشان يبقى ستريت كله نفس البروتين بتاع الستات هو نفس ده. الماده هو نفس الماده ده بجد بجد والله في رجاله مش مستوعبه لا لا يعني انا قلت مثلا انت هتعمل فورمه مثلا لو حد شعره خشن ممكن مثلا بالاستشوار اوكي تمام وعريس بقى يعني اوكي انما بروتين بروتين عادي وبقى لنا سنين شغالين كده سنين ده سنين. مش حاجه جديده لا مش حاجه جديده بقى لنا سنين شغالين بحاجه زي كده طب العريس بيجي يحجز قلنا قبلها بثلاث ايام الوقت لا بيحجز بينزل بنبدا شغل من اول قبل الفرح بثلاث ايام لكن هو بيحجز قبلها بيحجز فتره من قبلها طبعا عايز زي العروسه برضو لما بتحجز قبلها بشهر شهرين ده نفس القصه عندكم طبعا. طب وقت تسريحه فورمه الراجل بتاخد وقت منك قد ايه؟ هو ما تقنعنيش انها مده طويله لانه لا شعرك قد ايه؟ لا شخصيا يعني بتاخد معايا بالظبط 10 دقائق ربع ساعه بالكتير قوي بالظبط انا ده برضو اللي متوقعاه 10 دقائق طب معانا مجموعه صور خلونا نعرضها كده ده عريس انتوا كنتوا في الفوتو سيشن ده صديقي وحبيب عمري ده شريكي في المحل احمد عاطف انت ماسك ايه في ايدك انا مش شايفه السشوار بعيد الصوره ده سشوار سشوار ده مش عامل بروتين كده دي تسريحه حلوه دي تسريحه انت بتحلق حلقات معينه على حسب التسريحه صح كده لان انا شايفه ان هو من الجناب شكل خفيف ومن فوق تقيل صح ده في يعني زي قص الشعر عندنا عايزين مثلا تسريحه معينه نقص لك اكستنشن طب قولي بقى بما ان انتوا بقيتوا زينا في كل حاجه احنا بقينا منافسين دلوقتي العريس زي العروسه بالظبط طب قولي دلوقتي لو انا العروسه دايما لما بتروح اي بيوتي صالون بتبقى بيعملوا لها حاجات في بشرتها وكده فبما ان انتوا اكتسحتوا انتوا كمان فرم الشعر وكده فاكيد عندكم انتوا كمان عنايه بالبشره نفس المجله صح كده ما انا هسالكم بقى على كل حاجه انا ناقص بقى العريس يعني ايه مش عارف بديكير ومانيكير وكده موجود فعلا لا بالراحة علي بالراحة علي لا فعلا طب قولي موضوع البشرة لو عريس طبعا زي انتوا زينا يعني اكيد بشرتكم بتتهلك اكيد في عريس عنده حبوب عنده كده بتعمل ايه بقى في موضوع العناية بالبشرة اول حاجة بننظف البشرة كويس لو في دهون في البشرة بنطلعها بالاجهزة يعني تنظيف بشرة تنظيف بشرة كامل والحاجة الوحيدة في حاجة تانية اخدناها منكم العريس بيعمل ميك اب برضه نعم بيعمل ميك اب ده عندك انت كمان في عند اي حد انا شغال العريس معي. بيجي يعمل ميك اب ده ميك اب خفيف بتاع العريس يعني حاجه ما بتبقاش باينه قوي بس ليه عشان التصوير وكده عريس بيعمل ميك اب طب قول لي ايه الحاجات اللي ممكن تحطها على وشه ده حاجات خاصه بيا انا مش ميك اب ميك اب زي اللي احنا بنحطه للعرايس لا ما هو ثواني برضو ما هي الناس بتبقى عايزه تعرف انت بتشوق الناس دي ليه؟ دي بقى بتبقى سر انت بتشوق الناس ليه؟ احنا عايزين نعرف ايه الحاجات اللي انت ممكن تكون بتحطها للعريس في بشرته؟ يعني مثلا حد عريس عنده حبوب في بشرته بنعمل ايه في القصه دي؟ بنبدا نعالج الحاجه دي قبلها بيومين معالجه مش ميك اب لا بنعالج دي الاول لا الميك اب ده بيبقى تبع الفينش تبع الفينش في الاخر ده بتبقى حاجه خفيفه بنحطها عشان يبقى شكل حاجات بس مثلا نداري هالات نداري حبوب كده انما كده. مش ميك اب ميك اب لا انا شوف العروسه ما تتخضش برضه كده عليها يعني طب قول لي بقى ما قلتليش موضوع العنايه بالبشره بتعمل ايه ماسكات ايه اللي ممكن تتعمل للعريس قبل فرحه لا انا الماسكات اللي انا بشتغل بيها كلها اللي هي اوريجينال ايطالي امريكي تنظيف
كل حاجه. عندكم اجهزه تنظيف البشره عندنا في فرندس؟ اه كل العرسان بتعملها ولا في ممكن عريس يجي لك هو مش محتاج ده؟ لا وشه بشرته مش محتاجه ده. ممكن عميل يجي مش محتاج مش شرط يكون عريس يعني. طب في عريس ممكن يجي برده مش محتاج بروتين ومش محتاج سشوار وهو شعره يبقى كده مثلا محتاج؟ امال ده بتعمل فيه ايه يعني؟ ايه الشغل بقى اللي بتشتغلوا عليه في شعره لو هو مش محتاج الحاجات دي؟ بنعمل له القصه اللي تمشي معاه كويس، وبعد كده بنعمل له التسريحه وتنظيف البشره، لكن بنلغي البروتين. الفورمه او تسريحه الشعر ممكن تفضل لتاني يوم زي العروسه في العريس ينام ويس في العريس تقعد تقعد لتاني يوم عادي ممكن، بس هو غصب عنه عشان النوم بقى لو نايم او صحي او كده. لكن انا في العادي عندي لو مش عريس الفورمه بتقعد اسبوع اسبوع. بما ان انا عماله اتفاجئ ان انتوا بقيتوا بتعملوا حاجات زينا، هسالك سؤال رخم شويه. عندكم صبغات؟ اكيد عندكم صبغات. اكيد. هو في ايه؟ ازاي يعني ممكن عريس يصبغ شعره؟ اكيد طبعا، ما هو اوريدي بيصبغ شعره. اوريدي بيصبغ شعره يعني ده اساسي دي مش حاجه؟ ازاي؟ لا يعني ازاي؟ معلش براحه بس كده عليا. بيصبغ لونه ايه يعني؟ يعني بيصبغ اصفر يعني؟ ممكن بني غامق بني فاتح يعني. انتوا عندكم الوان معينه؟ بس طبعا اكيد ما تجننيش يعني. يعني في صبغات؟ ده انا كويس اني انا كنت خايفه اسال السؤال ده والله، كنت خايفه اساله ولا تتريق عليا او الناس تقول عليا مذيعه مجنونه. طلع في فعلا كده؟ في كل حاجه. العريس اللي بيطلب ولا انت اللي بتتحكم في ده؟ لا لو انت شايف هو ده في الباكج بتاعي، فانا بقول له عندي الحاجات اللي في الباكج موجوده كذا كذا. طب ما فيش عريس بيتخض ان انت يعني ايه في الباكج بتاعك انك تصبغ لي شعري؟ ممكن لو مش حابب بنلغيها عادي، بنلغي سوا لو هو مش حابب. طب الاغلب انت اللي بتقترح ولا هم اللي بيطلبوا؟ انا اللي بقترح. بصراحه دي حاجه لازم انت طمنتني على الرجال. ان انت اللي بتقترح. قول لي بقى، كلنا بتقابلنا واحنا في مشاوير مشروعاتنا اللي بنعملها ناس بتحب تدعمنا وناس بتحب تقول لنا كملوا وانجحوا وعدوا، اكيد في حد كده في حياتك، اذكر الشخص. والدي طبعا، ربنا يخليه لك. هو مثلي الاعلى يعني. اشرح لي عمل معاك ايه؟ مع انه انت انكرت ليه؟ ما خالك، خالك هو اللي علمك. بس كل واحد في النهايه لازم يبقى ليه هدف معين يوصله. وخالي فوق راسي طبعا، بس تحيه ليهم هم الاثنين، لوالدك ولخالك اكيد. بس اشرح لي بقى، باباك وقف جنبك ازاي؟ ساعدني ماديات، طلبت منه ما تاخرش عليا، فكنت قلت له وعرضت عليه الفكره، فهو كان هو شايف مستواي كويس الحمد لله. فساعدني ما قصرش معايا وعملت كل اللي انا نفسي فيه. طب قول لي بقى، خالك وهو بيعلمك قعدت قد ايه تتعلم علشان تبقى بيرفكت خلاص، اللي هو انا واثق تحت ايدي عريس مش متردد مش متلقلق يعني؟ علشان سؤالي ده هيفرق في ناس كتير ممكن تبقى حابه مثلا تدخل المهنه دي وهي ما عندهاش الامكانيات، اللي مش الامكانيات الماديه، الامكانيات في ايده، في مهنه ايده، صنعه ايده، ولازم يكون هوايه ولا مش شرط؟ لا انا حابب الهدف ده، فانا لازم اوصل له. انا عارفه ان انت حابب وانه انت بالنسبه لك ده هوايه عندك. انما انا بسالك سؤال تاني، هل حد ممكن يبقى بيرفكت ويوصل انه يبقى بروفيشنال ويشتغل الشغلانه ويحترف بيها ما عندوش الهوايه؟ اتعلمها بس؟ ممكن نتعلمها عشان شغل بس يعني، يجيب منها فلوس. اقصد كده ممكن يبقى برضه شاطر. بيفشل ليه؟ عشان هيزهق؟ عشان هو اصلا داخلها عشان فلوس، مش داخل يفنن يعمل شغل اسم كويس. هو عايز اهم حاجه عنده يجيب فلوس. قصه كويسه مش كويسه مش فارقه معاه. طب وانت عرفت منين يا عمرو ان انت عندك الهويه دي؟ يعني احنا مثلا كبنات لو واحده مثلا عندها هوايه الميك اب وكده، نبقى واحنا بنات صغيرين بنقعد نحط في الميك اب واحنا اطفال كده بيبز يعني. انت بقى يعني الراجل يعني ازاي يعرف ان هو عنده هوايه ان انا ابقى مصفف شعر واقعد العب في شعر يعني؟ كنت بحب اتفرج على الحاجات دي كتير، كنت بحب اتابع، اقف مع خالي كتير برضو، اكتر الاوقات كنت واقف مع خالي. بتحب تتابع قصات الشعر؟ طبعا. بدات طبعا وجربت على نفسك اول حد يعني؟ انت تلاقيك انت كنت بتحب تعمل كده. صح فعلا، انت اللي بتحب تعمل كده في نفسك. انا بعدين ما خدتش وقتي فيها يعني، اتعلمت في خلال 40 يوم بالظبط. الحمد لله كنت شغال 100 100. طب قول لي بالنسبه للبروتين للرجاله، ده معناه انه في شامبوهات بعدها هم بيستخدموها للشعر مهمه ومميزه؟ ولا يستخدموا برضه؟ لا لا لا، في رجاله اصلا يعني بتهيألي انا عارفه كده عنكم ان انتم ممكن ما تكونوش اصلا حتى بتغسلوا شعركم بشامبو، الرجاله شعرها فممكن بالصابون وشاور جل وكده. لا لا، شامبو لو عملنا بروتين الدنيا بتختلف طبعا. ايه بقى الحاجات اللي الراجل اللي المفروض يعملها يعني؟ قول للرجاله كده لو حد عامل بروتين في شعره. بستخدم اول حاجه بستخدم شامبو يكون فري صوديوم،
فري صوديوم؟ اه زيرو صوديوم عشان ما يطلعش ماده البروتين اللي ده موجود عادي في الصيدليه وكده؟ موجود عندي وفي الصيدليه وفي انت اي بتبيع مكان. الحاجات دي موجود يعني لو حد مثلا بيعمل عندك ده ممكن تديله شامبو معدها للعنايه بالشعر. تمام. طب ايه كمان؟ وبيحافظ عليه زيت السيرم. سيرم يحط بعد الشاور سيرم. طب قول لي اغلبيه الناس اللي بتجي لك للشعر ولا للبشره؟ ولا للشعر. انت البشره بتعملها باكج مع الشعر؟ لا هو انا عندي كل حاجه لوحدها. كل حاجه متجزأة لوحدها. كل حاجه متجزأة لوحدها يعني ممكن عريس ما يجيش للشعر يجي لك ان هو عايز يظبط بشرته قبل الفرح بس كده عادي. طب في ناس ممكن تعمل تسريحات وهي مش عريس وهو مش عريس؟ عادي ده خارج خروجه يجي لك برضو عادي؟ ايوه انا خارج زي ما احنا مثلا بنروح الكوافير لو خارجين نفس القصه. ايوه انا نازل اسرح مش بقول لكم انتوا بقيتوا زيي انتوا بتقلدوني ليه؟ انتوا غيرانين؟ طب قول لي بقى انا كنت عمال اسالك فانت كل ما انا اصدمك بحاجه انت اللي ترجع تصدمني تقول لي موجوده فاتريقت وقلت لك باديكير ومانيكير قلت لي ما هو موجود على فكره موجوده برضه. طب ايه بقى بتعمل باديكير ومانيكير للرجاله للعرسان؟ زينا بالظبط نفس القصه ولا الموضوع بيختلف؟ لا بيبقى زيكم بالظبط يعني. طب ايه الفرق اشرح لي كده يعني بتعملوا ازاي الباديكير والمانيكير عندكم؟ بيبقى الاظافر الرجلين والايدين بس مش اكتر من كده. ده وهو طبعا اكيد الحاجات دي مش بيطلبها غير هو عريس يعني احنا مثلا مش شرط تبقى عروسه عشان اهتم بايدي وبرجلي وكده. لا لا اعتقد انتوا الرجاله عايزين مناسبه الحاجات اللي هي الحاجات الظاهر بس اللي باينه بس الحاجات اللي باينه بس. طب قولي بقى القصات الشعر اللي طالعه موضه والدقن اللي طالعه موضه كان في فتره كده طالع موضه الدقن بتاعت امير كراره والناس كلها متخيله والشنب يا جماعه يعني امير كراره مختلف تماما يعني عن الحاجات اللي بنشوفها بصراحه. قولي بقى لو حد جاي يقول لك انا عايز اعمل الدقن دي والقصه دي وكده وهو مش هيليق عليه ستايل امير كراره ده خالص مثلا تمام انا واجبي ان انا اقنعه اللي هو مش هيليق عليه. طب لو مش مقتنع هو قفلت معايا انا عايز اعملها له بتعملها له طبعا ما تخافش على ان انت سمعتك سوري انه حد مثلا يشوفك يقول ايه يا جماعه ده يعني ليه عمل ده ومش لايق على ده في الاخر برضه اول حاجه بقول له ما تقولش ان انت عاملها عندنا ده بجد بجد والله وبرضه بتقفل معاه انه انا عايزها طبعا بس لازم اقنعه 100% ان هي مش هتبقى كويسه معاك طب انت بترجح العريس يبقى يوم فرحه بدقن ولا من غير دقن؟ بدقن طبعا بدقن الدقن بتدي وقار للعريس صح؟ وطب الخفيفه ولا الثقيله؟ ولا ثقيله ولا على حسب الموضه؟ لا مش شرط هي ولا ثقيله قوي ولا خفيفه قوي يعني طب وسط اخر بقى حاجه هختم بيها الفقره معاك بتتمنى ايه في 2020؟ بتمنى ان انا اوصل للي انا عايزه توصل للي انت عايزه اللي هو ايه اللي انت عايزه نفسي ابقى حاجه كويسه اسم كبير وتفتح فروع في اماكن كتير انا عارفه ان انت فرعك فرندس في الاسماعيليه ان شاء الله في 2020 اجي لك تاني واشوفك تاني وتكون فاتح فرع عندنا هنا في القاهره ونجيب لك العرسان بتاع مصر كلها وتحضر كل يوم فرح ان شاء الله نورتنا يا عمر ويا جماعه اي عريس بيتفرج علينا او اي عروسه عايزه تودي عارسها عند حد يعمل بروتين وبادي كير ومانيكير ارقام عمر مكتوبه على الشاشه نورتونا ونورتنا يا عمر استنونا الجمعة الجاية في نفس الميعاد من مساء السعادة هتوحشونا